طبعا انا راح اخذ من هي منزلينها جديد اللي هو شايفين، اخذ واحدة من هي مكتوب عليها انه هي تعطي حجم، هي مكتوب عليها انه هي مغذية للحواجب. طبعا انا بستخدم بالعادة المسكرة الشفافة من الروزما بس انفقدت ومو دائما موجودة، فرح اخذ هدول اثنين نجربهم. هنا صاروا مقبول، وقلكم اذا كانت النتائج ظريفة ولا لا. مرحبا صبايا، هلا انا استخدمت هدول المسكرتين، هلا هي الشفافة كاتبين هي الرموش والحاجب، فيكم تستخدموا هدول التنتين للحاجب انه بتوقف الحاجب شعر الحاجب بالطريقة اللي انت بدك اياها. ما كتير حسيتهم فعالين كتير، هلا على حسب سعرهم ممكن يكونوا شوي مناح، بالنسبة لي انا ما كتير حسيت يعني فعالية معهم. خبرونا انتو عن تجربتكم معهم.